استنى عندك يا استاذ. انت رايح فين؟ ايه الشنطة يا باشا بعد اذنك على السير. لا يا استاذ، انا لا يمكن اوسخ شنطتي باي شاع. المدام حامل في الثالث. شعب يا مؤاخذة، انا بنفسي مصبر الجهاز ده النهارده الصبح. والله لو ايه، انا مش هقبل ادخل اشعه سينيه في بيتي. اقسم بالله ما صينيه، ده جهاز كوري وانا جاي اشتريه. يا استاذ بعد اذنك دخلني، انا متاخر جدا. ما اقدرش، دي تعليمات الشركه. وبعدين انا مش فاهم حك الان كده ليه يعني من الجهاز. دي اشاعه. فاهم يعني ايه اشاعه؟ لا مش اشاعه، انت الان يا عم يا جبان، انا خوان. دخلني بقى شنطه. تخش عليك تخش يا جبان. انت فاهم انا مقاطع الاكس راي ده بقالي قد ايه؟ ده الاكس وحشتني قوي. ايه ايه ده خلاص. انا ان شاء الله لما تدخلني هبقى اصلح الدنيا بينكم وكل الامور تبقى زي الفل. عايز كده بقى ادخل بقى. والله ما تخش غير ما الشنطه تخش. هفهمك بطريقه بسيطه. الجهاز ده طلع اشعه، اشعه مضره زيها زي السجاير مثلا. بشرب ايكوس يا رب. يا جماعه اللي هنا، حد ينقذ من هذا الانسان. خلاص خلاص، انت هتشوشر علينا ليه؟ هات الشنطه فتشها مانيوال وبعدين ادخلها في الجهاز. بقول لك ايه، خد الشنطه انا مش عايزها. انا ماشي، مش هشتغل هنا، هستقيل. في رعايه الله يا بيه. ايوه يا احمد، انا طفشت اخر موظف خلاص. يلا هات الرجاله عشان نطلع نطفش الخزنه اللي فوق. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. سنه 1937 جوندا لورنس كان عندها ميعاد طبي في عيادات مايو كلينيك. الدكتور وقتها بلغها ان عندها سرطان رحم وقدامها 3 شهور بس. بالنسبه طبعا لاي حد الخبر ده مصيبه، ولكن لحسن حظ جوندا ابنها كان طبيب جون لورنس، وابنها الثاني كان اسمه ايرنست لورنس كان عالم فيزياء. الولدين جون وايرنست اتفقوا ان ما ينفعش يسيبوا امهم كده، وان املها الوحيد في الشفاء ان جون يجيبها معاه من مينيسوتا الى بيركلي، وهناك يكون في فرصه يحطوها تحت جهاز اكس راي بجهد مليون فولت. الجهاز ده يا عزيزي كان نادر جدا، ما كانش فيه غير 2 بس في امريكا كلها، ومصممه واحد من افراد الفريق اللي كان بيقوده ايرنست لورنس. اخبيش عليك يا عزيزي ان العلاج كان صعب ومرهق. جون كتب بعدها ان امه كانت بتترجاه يوقف العلاج ويسيبها، وانه كان بيحس انه قاسي قوي انه ما يسمعش كلامها. وعلى حسب كلام الكاتب نوال فارديفيز اللي كان واحد من زمايل الاخين لورنس في المعمل، فالاخين استخدموا جهاز اسمه سايكلوترون كان عمله ايرنست عشان يضربوا امهم باشعاع من النيترونات كجزء من العلاج. يا ابو احمد العقوق ده اضرب امه بالاشعاع. هي حصلت يا عزيزي. اهدى اهدى، بلاش اي حاجه تستثيرك بسهوله كده، دول دكاتره مختصين، انت ايش فاهمك؟ بعد العزيز انت اكيد فاهم. بصراحه يا عزيزي مش عايزك تتسرع في الحكم. شعاع النيترونات ده كان الامل الوحيد في العلاج، وبالفعل مع الوقت الورم تلاشى والعلاج اثبت نجاحه. والست جونده اللي كانت صعبانه علينا من دقيقتين والدكتور قال لها قدامك 3 شهور، عاشت 15 سنه بعدها. القصه دي يا عزيزي فيها عايزه ان اللي خلف ما ماتش واللي علم ما ماتش. تتعب في تربيه عيالك يجيبوا لك المرض فتمرض فيعالجوك ان شاء الله. الموضوع يا عزيزي مش بس بيقف لهنا، جوندا هتحضر تكريم ابنها ايرنست لورنس بجائزه نوبل في الفيزياء عن جهاز السايكلوترون، الجهاز اللي كان واحد من اوائل البارتيكل اكسلريتورز، مسرعات الجزيئات. محمد معلش في ثغره في الكلام اللي انت بتقوله. ايه يا عزيزي؟ قال منين بيقولوا ان الاشعاع ده هو اللي بيسبب السرطان وانت لسه بتقول انه بيعالج السرطان؟ امال اللي حصل في هيروشيما وتشيرنوبل ده ايه؟ فوتوشوب، خدعه صنعها الغرب، هدف رائع لكن في مرمانا. انت بتتكلم كده ليه؟ عادي يا ابو حميد، حسيت ان انا يعني عندي حجه قويه. اقعد. حاضر. ده يا عزيزي بنوت اللي انا جاي ان ما يسبب السرطانات يمكن ايضا ان يعالج السرطانات. اخر خروج درامي ارجع اشرح لك. الطب البشري يا عزيزي بيتعامل مع الجسم على انه في حاله مثاليه، لو حصل اي اختلال والجسم بعد عن الحاله المثاليه دي بيظهر ده في صوره مرض. وحاله التوازن المثالي ده اللي احنا بنسميها هوميوستاسيس بتشمل متغيرات كتير في نفس الوقت، من اول مثلا ان حرارتك 37 او ان ضغطك يبقى 120 على 80، ولحد مستويات الناقلات العصبيه في المخ من ده لده. بالنسبه للطب المعاصر انت شويه معايير ستاندردز، والهدف ان احنا نحافظ على هذه الحاله المثاليه. الاوردر ده ما يتحولش الى ديسوردر. اي تغيير في هذه الارقام معناه خلل ومرض وربنا يحفظ. زي مثلا لما الدكتور يقول لك ما تاكلش حاجات مالحه كتير، احب اكد لك ان هو ما عندوش عداوه شخصيه مع المخلل، ولكن ده عشان مستوى الصوديوم بيأثر على الضغط، او زي ما شرحنا بيأثر على مستويات التوازن في الجسم. ابو حميد انا عايزك ما تقلقش عليا. ليه يا عزيزي؟ ابو حميد راجل باخد بالي من صحتي، بصحى اجري واكل عسل نحل وابلع توم. عزيزي خليني افاجئك واقول لك ان التوازن ده ليس مجرد لايف ستايل. يعني مثلا نعمل ايه لو لا قدر الله حصل لك جلطه، او الجهاز المناعي اللي بيحمي الجسم بقى يهاجم الجسم نفسه زي الامراض المناعيه. في الامراض المناعيه الضربه ما بتجيلكش من اقرب الناس ليك،
الضربه بتيجي منك. الخلل مش بس انه حاجه ما تشتغلش او حاجه تغير مسارها، ولكن ممكن غده من غدد جسمك تشتغل بنشاط زايد او تشتغل بنشاط بس مش كافي. ساعتها اعضاء الجسم اللي بتظبط هذا التوازن باظت، وقتها بنيجي بقى بالعلاج بتاعنا من بره الجسم. العلاج اللي احيانا عشان يرجع هذا التوازن ممكن يبقى عنيف، يعني مثلا في حاله الجلطات الجسم بيحتاج ماده تمنع تجلط الدم وتزود سيولته بعنف عشان تعادل وتوازن الجلطه. محتاجين بقى ضخ دم جامد فنعمل سيوله نفك هذا الانسداد. ضغطك عالي تاخد حاجه توطيه، وقتي تاخد حاجه تعليه، حرارتك عالي تحط كمادات. انت طول الوقت بتحاول تريسيت تو ديفولت. تذكر يا عزيزي ان حياه الانسان ما هي الا محاولات مستمره لاعاده ضبط المصنع. خليني افاجئك واقول لك يا عزيزي ان احنا عشان نعالج بعض الجلطات ممكن نلجا لسم التعبان. افعى زي السوس كيلد فايبر بتطلق ما يسمى الهيموتوكسينز. دي سموم بتمنع الدم انه يتجلط وبتتسبب في سيولته لحد الموت، فهي بتقتلك بان هي تخلي دمك سائل اكتر. ولكن نفس السم ده بجرعه مناسبه يقدر يتحول لدواء سيوله لمريض تجلط الدم. تاني عزيزي اللي ممكن يقتلك في بعض الحالات ممكن يعالجك في حالات اخرى. احنا عايزين نرجع الجسم للهوميوستاسيس. تخيل عزيزي التعابين بتقتل 100,000 شخص سنويا بلدغتها، ولكنها بالادويه اللي بتطلع من سمومها بتنقذ عارف كام؟ 40 مليون مريض. انا بحب التعبان قوي يا ابو حميد. أقول لك يا عزيزي ان مشكله امراض زي السرطان ان زي ما سميته دراسه في مجله ترندز ان نيوروساينس سنه 2021 بالهوميوستاتيك تشالنج، يعني بيعمل تحدي لحاله الهوميوستيزيس اللي احنا بنسعى لها. السرطان انقسام خلوي مجنون ممكن يحصل في اي عضو ويسافر منه للجسم كله، خصم يصعب حصاره واستهدافه، وده بيحتاج علاج عنيف وعدواني بنفس جنون السرطان مطرقع ومطرشم زيه عشان نرجع الجسم لحاله التوازن المثالي. واحد من هذه العلاجات قد يكون اعنف بكتير من سم التعبان، وهو زي ما اتكلمنا العلاج بالإشعاع راديو ثيرابي. عشان نفهم يا عزيزي العلاج بالإشعاع فخلينا نتعرف على تاريخ اكتشافه. القصة بتبدأ بعالم الفيزياء الألماني والمهندس فيلهلم رونتينجن واكتشافه لنوع جديد من الأشعة في ديسمبر 1895. الأشعة الجديدة دي واللي سماها الأشعة X-ray على اسم المتغير الرياضي X، هذا الاكتشاف عمل طفرة في مجالات علمية كتير في نفس الوقت، وخد أول جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1901. من ضمن اكتشافات عمك رونتينجن حاجتين مهمين جدا بالنسبة لنا دلوقتي. أولهم إنه اكتشف بالصدفة لما حط إيده قدام الأشعة إنها بتطلع صورة لعظم إيده، وده خلى ناس تعمل تجارب كتير عشان تستخدم هذه الأشعة في تشخيص المرضى. وبالصدفة برضو شوف الإنسان لما بيسألك ربنا بيسترها معاه إزاي. الدكاترة لاحظوا إن المرضى اللي بيحاولوا يشخصوهم بالأشعة دي لما يتعرضوا لها فترة طويلة بتظهر حروق على المناطق اللي تعرضت للأشعة. ده خلى الناس تفكر لو الإشعاع ده ممكن يتسبب في حروق أو حتى يموت الأنسجة دي، فبدل ما بس نستخدمه في التصوير ليه كمان ما نستخدموش في حرق الجروح والأورام والقرح عشان نتخلص منها. وده المبدأ اللي نجحت بيه بعض التجارب الأولية لعلاج بعض الأمراض الجلدية زي الذئبة العادية والذئبة الحمية. وسنة 1899 نجح ثور شتينبك في علاج سرطان الخلايا القاعدية البيزل سيل كارسينوما. المهم يا عزيزي كل اللي فات ده كان شوية من النتائج الطبية اللي اكتشفها رونتينجن. أما بقى النتيجة التانية واللي بنفس قدر الأهمية ويمكن تكون أهم كمان، عايز أقول لك يا عزيزي ناس كتيرة كانت عايشة على اكتشاف رونتينجن ده وبيطلعوا وراه اكتشافات يمكن ليها نفس القدر من الأهمية وأحيانا ممكن تبقى أهم، زي مثلا اكتشاف العالم الفرنسي أونري بيكوريل لإشعاع من نوع مختلف في تجاربه. بيكوريل كان بيدرس أحد أملاح اليورانيوم وكان عنده نظرية إنه بيمتص أشعة الشمس وبيطلع أشعة إكس، وبرغم إن الأشعة دي غير مرئية بس نقدر نطلعها على فيلم عشان ندرس نتائجها ونوصل لعلاج المرضى. ولكن يا عزيزي وهو شغال على التجربة الجو قعد يومين كده سحاب، ما كانش فيه شمس خالص في باريس. عمنا بيكوريل اكتشف أثناء بحثه عن الإكس ريز أشعة تانية ومختلفة، أشعة بتتأثر بالمجال المغناطيسي، وكمان اكتشف مواد في الطبيعة من غير مصدر طاقة تاني بتطلع إشعاعات مختلفة. الظاهرة بتاع الإشعاع الغريب اللي بتأثر بالمجال المغناطيسي ده سماها بعده بيير كيوري وماري كيوري بالنشاط الإشعاعي. وأثناء دراستهم لهذه الظاهرة في خام اليورانيوم اكتشفوا عنصرين جداد وهم الريديوم والبولونيوم، وأحلى جوائز نوبل على عيونك. خليني أقول لك يا عزيزي إن سلسلة الاكتشافات دي فتحت الطريق لاستخدام الإشعاع في علاج أمراض كتير. لكن يا عزيزي الناس اكتشفت بالطريقة الصعبة إن الباب اللي اتفتح ده مش سهل، ده مخيف وعدواني. الست ماري كيوري اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده مكتشفة الريديوم، وواحدة من أربع أشخاص في العالم تاخد نوبل مرتين، وواحدة من يمكن شخصين تاخد نوبلين في العلوم. غالبا الست دي ماتت بسبب تعرضها للإشعاع، من كتر ما تعرضت للإشعاع حاجتها الشخصية زي الهدوم والكتب ودفتر ملاحظاتها لسه مشاع لحد النهاردة. حتى عزيزي جسمها نفسه مدفون في تابوت متبطن بالرصاص عشان يوقف الإشعاع. وفي نفس الفترة اللي هي وجوزها اكتشفوا الريديوم والبولونيوم وأنري بيكوريل اكتشف الإشعاع، الناس عزيزي كان بيستخدمه في كل حاجة بمنتهى الجنون، زي كيس الكاتشب اللي في الأوردر كده، غزارة بلا أي داعي. أنا عايز أقول لك يا عزيزي إن أحيانا كان بيتباع للناس مواد مشعة عيني عينك كده، معجون سنان مشعة
على اساس ان المعجون السنان المشع ده هيخلي سنانك تشع وتنور اكتر وتقتل البكتيريا. دي فكره يا ابو حميد. ايه عزيز، بقول لك الست ميات اتدفناها في تابوت رصاص. ازايز بتخلي الميه اللي جواها مشعه. الموضوع وسع لدرجه ان الميه المقطره المشعه كانت بتتباع تحت اسم راديو ثور، وكانوا الدكاتره بيكتبوها للمرضى على حاجات مالهاش علاقه خالص بالاشعاع، زي صفات العظام مثلا تبقى رجلك مكسوره بدل ما تجبس تتعرض للاشعاع. الطب فجاه بدا يدرك ان الاشعاع اللي خد كميه جوائز نوبل لا تعد ولا تحصى، وبقى بينزل مع المنتجات زي ختم الجوده كده، سلاح ذو حدين. زي ما هو بيعالج من ناحيه، هو برضه ممكن تبقى اداه بتقتل الناحيه الثانيه. وطرتني يا ابو حميد، انا دلوقتي مش عارف اكون موقف عاطفي تجاه الاشعاع. بص يا عزيزي، ده مش مطلوب منك، مطلوب منك ان انت تفهمه وتشوف الحالات اللي فاتت وتشوف الحالات اللي جايه. بس خليني اقول لك يا عزيزي ان الاشعاع بينقسم الى نوعين. الاولاني اشعاع الجسيمات، وده بيحصل لما جسيم دون ذري ينطلق بسرعه كبيره ممكن توصل 99% من سرعه الضوء، والجسيمات دي ممكن تبقى نيوترونات او الكترونات، وساعتها بيسموه بقى اشعاع بيتا او جسيم الفا. النوع الثاني بيبقى الاشعاع الكهرومغناطيسي، وده اللي منه اشعه اكس واشعه جاما. المهم بقى ان النوعين دول من الاشعاع طاقتهم عاليه جدا لدرجه ان هم لو خبطوا في ذره او جزيء ممكن يطردوا منها الكترون ويحولوها لايونات، تبقى الذره قاعده في حالها كده باسرتها بروتونيه ونيوترونيه والكترونيه، تيجي اشعه تعمل تفكك اسري في الذره. تخيل عزيز ذره متفككه. يا ساتر. لا عزيز، مش بتفكها بهذا الشكل يعني، بس بتشيل منها الكترون فبتخليها ايون. في حالات ثانيه ممكن الذره تمتص الجزيء اللي خبط ده ببعض انواع الاشعاع، وساعتها تتحول هذه الذره الى ذره ثانيه خالص. ولما بقى بتحصل عمليه الايونيزيشن دي في خلايا جوه الجسم، ان الذره تتضرب بالاشعاع فتبقى ايون، هنا الحمض النووي ممكن يتغير او يحصل فيه تلف. انا عارف التلف ده يا ابو حميد. او ممكن اجزاء مهمه في الخليه تفقد قدرتها على ممارسه وظائفها. لو التلف اللي الخليه تعرضت له ده كان عالي، فده ممكن يخلي الخليه تنتحر، تعمل عمليه اسمها ايبوتوزس، او تموت ببساطه في عمليه تعرف باسم النيكروزس. طبعا الخلايا ممكن تصلح نفسها، ولكن محدش بيصلحها بالساهل، ومش كل خليه بتعرف تصلح المشكله بشكل صحيح. ممكن يا عزيزي بسبب التلف ده تحصل تحورات جينيه تخلي الخليه مش عارفه تنتحر. الخلايا بتاعتنا يا عزيزي لما بتبوظ كويس لينا انها تنتحر، لان هي لو بايظه ومكمله فهتاخد موارد من الخلايا الثانيه، ممكن تكون بتاذي الخلايا اللي حواليها فبتتخلص منها. ولكن بقى لما انت تيجي تعمل لي اشعاع فيغير في الحمض النووي بتاع الخليه، فممكن يغير في حته ليها علاقه بعمليه انتحار الخليه. صباح الفل، يبقى عندي زومبي، خليه زومبي موجوده مش عارفه اسيطر عليها. كده ممكن الموضوع يتطور ان يبقى عندنا خليه مسرطنه، وعشان كده التعرض لجرعات قليله من الاشعاع ممكن يسبب سرطان. الجرعات دي عامله زي صديق السوق، الجرعات دي بتبوظ الخليه وبتخليها سرطانيه. مش بس كده، لو تعرضت لاشعاع النهارده السرطان مش هيظهر بكره، زي ما شفت في حلقه هيروشيما، تعرضوا لاشعاع السرطان جه بعد سنين، ممكن يجي بعد شهور، بس مش بيجي على طول في ساعتها. طب معلش يا ابو احمد، استفسار ليك انت والعلماء، لما الاشعاع وحش كده ما نبعد عن الشر وخلاص، احنا تعبين نفسنا ليه؟ عايز اسال سؤال، كانت خالتي هي اللي واقفه تقول لك انه سلاح ذو حدين؟ قلت لك احنا دلوقتي قلنا الاطرار، خش في المنافع. انا اقول لك يا عزيزي ان السرطان وعلاجه وجهين لعمله واحده. في العلاج بالاشعاع احنا بنضرب الخلايا السرطانيه بجرعات عاليه من الاشعاع، بحيث انها تبوظ الخلايا دي بدرجه كبيره، تعمل لها تلف. كده الخلايا السرطانيه دي هتموت من كتر التلف، او على الاقل نتلفها لحد ما تفقد قدرتها على التكاثر والانقسام. طب يا ابو احمد دلوقتي، ما الاشعاع طلع حلو اهو، امال انت ليه مسوى سمعته؟ قد تظن يا عزيزي ان ده كويس، حلو الاشعاع كويس، ولكن انت لما بتضرب الخلايا السرطانيه مش الخلايا السرطانيه دي بتبقى وسط خلايا عاديه، فلما تاذي الخلايا السرطانيه مش ممكن تاذي خليه عاديه وبالتالي تحولها لخليه سرطانيه ايضا؟ يعني يا ابو حميد، واحنا بنقتل السرطان ممكن نحول اجزاء كويسه الى اجزاء سرطانيه وندمر الاجزاء السليمه؟ يا عزيزي، العلاج بالاشعاع زيه زي اي اداه طبيه عندنا، زي ما له فوائد له اثار جانبيه ومخاطر، ولكن الموضوع مش مقفل قوي، وفي طرق وحلول لاستخدامه. احنا مثلا نقدر نتحكم في الاشعاع ونوجهه بحيث انه يعمل اقل ضرر لباقي الجسم واكبر ضرر للسرطان. وعشان نفهم ازاي نتجنب اثار الاشعاع الجانبيه، لازم نعرف الثلاث طرق الرئيسيه للعلاج بالاشعاع. اول حاجه العلاج بالاشعاع الخارجي، الاكسترنال بيم راديشن. ثاني حاجه العلاج بالمصدر المغلق، السيلد سورس ثيرابي. ثالث حاجه وهي العلاج بالنظائر المشعه، الراديو ايزوتوب ثيرابي. في العلاج بالاشعاع الخارجي زي ما اسمه بيقول كده، بنجيب جهاز بيطلع اشعاع زي اللاينس. الجهاز ده بيكون عباره عن مسارع جزيئات بيستخدم المجال المغناطيسي عشان يطلع جزيئات او الاشعه اكس بطاقه عاليه، وبنستخدم الشعاع اللي طالع منه ونلب بيه الورم السرطاني. وعشان نقدر نقلل الضرر للخلايا اللي حوالين الخلايا السرطانيه، فبدل ما بنضرب الورم بالجرعه الكامله مره واحده، ممكن نغير الجرعه ونضرب الورم من كذا اتجاه، بحيث ان كذا شعاع من كذا منطقه يتقابلوا عند الورم، وبالتالي الورم ياخد الجرعه الكامله بس باقي الانسجه والاعضاء اللي حواليه تاخد جرعات اقل، وبالتالي اضرار اقل. ومع تطور تقنيات الاشعه التشخيصيه واختراع الاشعه المقطعيه، بقى ممكن نتعامل مع الورم بشكل ثلاثي الابعاد زي تقنيه التومو ثيرابي. في طريقه ثانيه بقى زي العلاج بالمصدر المغلق، السيلد سورس ثيرابي، بنجيب جهاز صغير كده اسمه الابليكيتور، وده بيكون عباره عن انبوبه او كبسوله صغيره كده نحطها
جوه الورم بشكل جراحي او جنب الورم، وبعد ما اتاكد انها في مكانها المظبوط بالنسبه للورم نقدر نحط جوه الكبسوله دي مصدر اشعاع. في العادي بنستخدم عنصر غير مستقر او نظير مشع لعنصر مستقر، اي حاجه تطلع اشعاع جوه الورم او جنبه فيموت الخلايا السرطانيه. ميزه العلاج بالطريقه دي انك ممكن تختار انواع اشعاع ثانيه، زي مثلا اشعاع الفا لما بيعرفش يخترق الانسجه ويتحرك بعيد، فانت هنا ضامن ان الانسجه المحيطه بالورم هتاخد جرعات اقل من اللي هياخدها الورم. الله يحرقه، ده ربنا يرزقه بمصدر مشع يتلف امله. مش بس كده يا عزيزي، بما ان مصدر الاشعاع محطوط عند الورم نفسه متوصل لان يعني، فلو المريض اتحرك او الورم نفسه اتحرك المصدر بيتحرك معاه، فبتقلل الاشعاع اللي ممكن يضرب مكان غلط بسبب هذه الحركه. واخيرا الطريقه الثالثه وهي العلاج بالنظائر المشعه، والمعروف ايضا بالعلاج بالمصدر المفتوح. هنا بندي المريض نظائر مشعه لبعض العناصر في صوره حقنه بياخدها في الوريد او حبايه. يا نهار اسود يا ابو حميد، انت بتحقن المريض بمواد مشعه؟ هنا اقول لك خلايا الجسم ازاي بقى، احنا بنختار النظائر المشعه دي على حسب الانسجه اللي احنا عايزين نعالجها، وبنشوف انهي انسجه بتاخد انهي عناصر بحيث نوفق رصيد في الحالات، وكل شيء بالخناق الا الاشعاع بالاتفاق. على سبيل المثال يا عزيزي، في حالات امراض الغده الدرقيه سواء كانت سرطان او غده نشاطها زياده بشكل يهدد صحه الانسان، هنا ممكن ندي المريض ملح ايوديد الصوديوم، ولكن هنستبدل اليود العادي باليود المشع او نظير اليود 131. هنا الغده الدرقيه بتمتص جزء من اليود وتجمعه جواها، باقي اليود الجسم بيتخلص منه، فمبقاش في يود في حتت او انسجه تانية في الجسم، كده اليود اصبح مركز في الغده وما طولش في باقي اجزاء الجسم والجسم تخلص منه. هنا بقى احنا عملنا عمليه تعليم على الغده الدرقيه، والاشعاع اللي هيفرزه اليود المشع هيروح للحته دي اللي فيها السرطانات او الخلايا النشطه ويضربها في مقتل. حركه ذكيه يا عزيزي، احنا كاننا يا عزيزي ضربنا السرطان في عقر داره بالبوازير. في حالات تانية لما السرطان بيكبر وينتشر ويحتل انسجه تانية غير العضو الرئيسي اللي هو طالع منه، زي لا قدر الله مثلا لو السرطان وصل للعظم، فهنا ممكن ندي المريض املاح فيها الريديوم 223 او الاسترونجيوم 89. العنصرين دول يا عزيزي بيقلدوا الكالسيوم في الجسم وبالتالي بيتركزوا في العظم، وكده لما الورم يحتل العظام هيكون بيخرج منها اشعاع يهاجم هذا الورم. مش كده بس يا عزيزي، ده الاشعاع لسه ما خلصش. ياه ده الاشعاع ده طلع بحر غويط قوي. ولسه من ضمن الطرق الجديده اللي بتجمع بين طريقتين في العلاج هي العلاج عن طريق اصطياد النيوترونات او باسرعها. خلينا اقول لك ان بعض العناصر الموجوده في الطبيعه والغير مشعه عندها القابليه ان لو خبط فيها النيوترون تصطاده وتاثره، وساعتها الذره بتتحول من ذره مستقره لذره نظير غير مستقر، زي مثلا البرون 10. لو ضربت البرون بنيوترون طاقته قليله، ذره البرون 10 دي المستقره اللي في حالها الجميله هتتحول الى ذره برون مشعه برون 11. في طريقه بقى العلاج دي بنحقن الورم السرطاني بدواء في البرون 10 ده، طيب المستقر اللي شبه رشوان توفيق الحلو ده، بعدها نجيب حنفيه نيوترونات ونشعشع الذرات دي من مصدر خارجي. بص يا عزيزي، زمان كانوا بيستخدموا مفاعل نووي، بس الحمد لله دلوقتي بقينا اهدى كبشريه، مش لازم دلوقتي تروح مفاعل، ممكن تعملها في مسرع جزيئات عادي. هوبا البرون 10 يشم النيوترونات ينغشش جوه دماغه يتحول لنظير مشع غير مستقر. برون 11 مجنون ومش شاب قدامه، هوبا البرون 11 ينشط ويجن، تعالى يلا سرطان يلا تعالى يلا اتفقنا يا ورم الزفت، ويبدأ يصدر إشعاع يواجه الورم. كده يا عزيزي انت محتاجتش تعرض اي انسجة تانية للإشعاع في طريقك. انا رحت للسرطان في عقر داره وضربته بالبوازيك، طلقة هيت شوت بقناصة ام متركب لها سكوب 8 في قلب الورم. معلش يا ابو حميد، طب ليه ما نفتحش بقى ونحط بكبسولة؟ اضمن بلدي كده وعلى قديمه. يا عزيزي مش اي حتة كده ينفع نشتغل فيها بالمشرط، مش كل اجزاء جسم الانسان اكسسبل، جسمك في حتت محتاجة باسورد عشان تخشها. مثلا في حالة الاورام الدماغية مش سهل ابدا ان انا اعمل عملية واحط كبسولة. بالطريقة بتاعت الاسل اللي كلمتك عنها دي، انا مش محتاجة مشارط واخش جوه الدماغ، انا بتعامل مع الاشعاع على انه المشرط بتاعي، ولكنه مشرط بالغ الدقه، مشرط اصغر من الذره نفسها، بيهاجم الورم ويدمره من جوه. معلش يا ابو حميد، بس مش ممكن يحصل خطر السرسبه؟ مش ممكن انسجه تانية تتعرض بهذا الشكل الى اشعاع برضه نتيجه لهذه النظائر المتسربه؟ يعني احنا قللنا الجرعه وكل حاجه، بس معلش يعني السرسبه دي ممكن تعمل لي سرطان تاني يظهر بعدين وانا جتتي مش حمل. خليني اقول لك ان اولا يا عزيزي السرسبه لفظ غير علمي تماما، خليني اعرفك ان ده جزء من المعادله، جزء مهم لازم الدكاتره يفكروا فيه وهما بيختاروا العلاج بالاشعاع. على سبيل المثال في حاله مرض الهوتكن ليفوما، الستات اللي عانوا من المرض ده وتعالجوا بالاشعاع او بميكس الاشعاع والعلاج الكيماوي كانوا عرضه ان هما يصابوا بسرطان الثدي في المستقبل. في الواقع ان حاله مرض هوتكن تحديدا الاصابه بسرطان تاني هي السبب الرئيسي في الوفاه للمرضى اللي اتغلبوا على المرض ده على المدى البعيد. الاشعاع يا عزيزي مش ابيض واسود مع السرطان. اللي عايز اقوله يا عزيزي ان بالفعل الاشعاع ممكن يتسرسب وممكن يتسبب فيه اضرار، ولكن الدنيا مش ابيض واسود، مش عشان ممكن يتسرسب ويعمل اضرار ان احنا نبطله، لان في الاخر هو احيانا بيعالج.
واحيانا بيبقى كويس وفعال في اكتر من نص الحالات. في دراسه اتعملت سنه 2005 قدرت ان اكتر من 52% من مرضى السرطان العلاج بالاشعاع كان في صالحهم. صحيح ان العلاج بالاشعاع بقى اداه طبيه مهمه في مواجهه السرطان، الا انه بيخلق تحديات جديده مش بس للدكاتره او المرضى بل للمجتمع كله، زي مثلا مدينه جوهانيا في البرازيل سنه 1985 لما عياده متخصصه في العلاج بالاشعاع نقلت مكانها من غير ما يبلغوا السلطات وسابوا جهاز قديم. راح اتنين شباب دخلوا العياده المهجوره وحاولوا يسرقوا اجزاء منها عشان يبيعوها لتاجر خرده. ده عزيزي شر انا بكرهه، شر ذوق وحش. بتسرق جهاز بيعالج بالاشعاع ليه؟ بتاخد سيئاته ومحدش مبسوط. عامل زي اللي بينافق واحد ومالوش وراه مصلحه، او اللي بيسرق فيلم وحش اصلا، او اللي بيسرق فكره وحشه مفيش فايده من اللي بيعمله بس هيبقى شرير. المهم ان من ضمن الاجزاء اللي سرقوها دي كانت حاويه شبه كده ترمس الشاي فيها 93 جرام بودره من عنصر السيزيوم 137. انا معلش يا ابو حميد انت اصلا عارف السيزيوم؟ لا يا ابو حميد بس حاسس ان في حاجه خطر. طب ما في بودره. صح يا عزيزي فعلا في حاجه خطر. السيزيوم ده يا عزيزي مشع لدرجه انه بينور، والراجل يا عزيزي لما شافه انبهر بيه وقعد يوزع على اهله واسرته خد ياد بودره مشعه فرج صحابك. طبعا يا عزيزي هذه الازمه انتهت بوفاه 4 اشخاص واصابات ناس كتير اللي بتبادلوا المواد المشعه كانها لب سوبر. مش بس كده يا عزيزي، هناك اكتر من 100,000 بني ادم احتاجوا ان يتعمل لهم فحوصات عشان يشوفوا مين اللي اتعرض للاشعاع. بيوت بحالها بكل مقتنياتها اتهدت، حتى التربه بتاعتها اتجرفت، واحتاجنا ندفن كل ده في صوره نفايات مشعه. خليني اقول لك بقى على الكارثه. قبل ما يتم تحديد مصدر الاشعاع بالظبط المطافي كانت ناويه ترميه في النهر. كنترول ايه داي. يا نهار اسود يا ابو حميد انت بتقول ان دي في البرازيل، هيرموه في الامازون. هندخل الاشعاع كل بيت بالحنفيه. تيتقابل واحد يا عزيزي في البرازيل فتقول له منور، قام قال لك ما انا استحميت الصبح. لحسن الحظ يا عزيزي عالم فيزياء دخل قبل ما الكارثه دي تحصل. كمان سنه 1982 جهاز الثراك 25 واللي كان يعتبر اكتر حاجه متطوره في وقته لدرجه ان كان بيتم التحكم فيه بالكمبيوتر مش بشكل يدوي، حصلت غلطه في السوفت وير بتاعه. العلاج بالاشعاع غير انه بيخلق مشاكل علميه او تقنيه فبيخلق كمان مشاكل اخلاقيه، وده لان ببساطه معلومات كتير من اللي احنا نعرفها دلوقتي بخصوص الاشعاع يعني وصلنا لها بسبب تجارب غير اخلاقيه حصلت على البشر وقت الحرب البارده، لما الدكاتره كانوا بيدوا للمرضى جرعات عاليه من نظائر المشعه في حين ان المرضى ما كانش عندهم سرطان اصلا، او يدوا الاطفال المعاقين اكل ملوث بعناصر مشعه عشان يدرسوا النتائج. الكلام ده قد يبدو خيال علمي او نظريات مؤامره، ولكن بعد تحقيق صحفي قامت بيه الصحفيه ايلين ويلسون واللي خد بسببه سنه 1994 جائزه البوليتزر، فالرئيس بيل كلينتون شكل لجنه رئاسيه للتحقيق في هذه التجارب، والمعلومات دي اتاكدت بالفعل. مع الاسف يا عزيزي الاستمرار في تطوير العلاج بالاشعاع ولو انه بيقدم طرق افضل لعلاج حاجه زي السرطان وحتى علاج امراض تانية غير سرطانيه، الا انه بيحتاج مننا درجه عاليه بالالتزام بمعايير صارمه عشان نقدر نتعامل مع المواد المشعه وكمان نتعامل مع معضلات اخلاقيه مهمه. في 1907 هيقول العالم اللي فايز بنوبل والاب الروحي للكيموثيرابي العلاج بالكيماوي بول ايرليخ انه بيحلم بطب جديد يقدر يلاقي الماجيك بوليت، ده المسمى اللي اطلقه على علاج بيتمناه وبيحلم بيه، علاج يقضي على المرض من غير ما يدمر المريض. ودي رؤيه هتشكل اطار للقرن العشرين كله، ولكل ابحاث الكيموثيرابي والعلاج الاشعاعي باعتبارهم اهم طريقتين للتعامل مع السرطان. وفي دراسه في مجله مولكيولر اونكولوجي سنه 2020 بتتكلم على مستقبل الطب كمان 30 سنه اكدت دراسه ان العلاج الاشعاعي اللي احنا خايفين منه ده سوف يستمر بنفس الاهميه، لانه في بعض الاحيان بيكون الجندي الوحيد اللي قادر يواجه السرطان ويعادل قوته في عز شراسته وعنفه. ورغم انه لسه ما بقاش الرصاصه السحريه اللي تقتل المرض من غير ما تاذي المريض، العلاج الاشعاعي قطع شوط كبير جدا عشان يتحول من سلاح فتاك بيقتل المرض والمريض مع بعض لميزان حساس قادر يتدخل لسلاح شديد الدقه قادر يقتل المرض من غير ما يقتل المريض، ويقدر يرجع جسمنا الحلو الجميل ده الى حاله الهوميوستاسيس حاله التوازن اللي بوظها السرطان. والتحدي هنا يا عزيزي ان العلم يشيل الهاله السحريه من المصطلح ويقدم ان شاء الله في المستقبل علاج حقيقي بدقه الرصاصه السحريه بنفس كفاءتها من غير اثارها المدمره. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديده، انزل بص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه. بس كده يا عزيزي، ربنا يحفظك ويحفظنا كلنا، ولا تحتاج بقى لا ماجيك بوليت ولا رصاصه رحمه ولا حتى لسوعه اساتك. يا رب اجعلنا ندخلها ونخرج منها كما يخرج النيوترون. عارف يا عزيزي ليه اهل اليورانيوم اتبروا منه؟ ليه يا ابو حميد؟ عشان لقوه مخصب. طب ما يمكن بالحلال يا ابو حميد.